احنا كنا نعاني من ارتفاع في درجة الملوحة وكان له تأثير مباشر على الانتاج، يعني الانتاج كان نقدر نقول 50% كان نازل بسبب ارتفاع في درجة الملوحة. الشجر كمان مش ماشي، الآن لو تشوفوا عندي شجر راح أورجيكم إياه هون في اصفرار ومش ماشي الشجر مقارنة مع الشجر اللي في الأراضي الثانية. اللي صار أنا بعمل دائما بدرس في النت كيف بدي أعالج الملوحة، فشفت إلا في هناك دلتا ووتر، حكيت مع شباب مهندسين في السعودية تابعين طبعا لكم ونصحوني، والشباب كمان ما شاء الله اثنين مسار واثنين وحكوا لي شو النتائج الجيدة من الدلتا ووتر. أخيرا كمان وأنا أبحث وإلا هناك في شركة سما كمان يتعاملوا مع دلتا ووتر، حكينا معهم من قطر وقالوا إنه إحنا فعلنا الجهاز وخذنا الجهاز. المهم إحنا ركبنا الجهاز تقريبا هون شهر وكان كثير كويس، لكن أنا احتجته في الوحدة الثانية كوني أنا بدي أزرع خضروات وعندي شجر. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة الإنتاج ممتاز جدا. راح أقارنكم كمان ما بين الشجر اللي هون والشجر اللي هناك. ليش أنا جبتكم هون؟ يعني لأنه أنا هون راح تشوفوا وتصوروا، وإن شاء الله أنا بدي أشتري جهاز أحطه هون شايف، وتجوا بشهر 7 وشهر 8 تصوروا. هاي شجر الحمضيات عمرها سنتين، ما خلينا ولا بقينا من الأسمدة، جميع أنواع الأسمدة سواء كانت المروية والرش كله أعطيناها، إلا أنه الشجرة بقيت متقزمة. ليش؟ لأنه نسبة الملوحة عالية جدا. أما في المنطقة الثانية اللي بنروح لها بنفس عمر الشجرة وكونها هناك في عندي جهاز الدلتا ووتر، فهناك تقريبا ضعف الشتلة. إذا هاي الشتلة يعني متر وربع، هناك الآن راح تشوفوا شتل تقريبا ارتفاعه من مترين إلى مترين ونص. حضرتك أنت كنت بتشرح دلوقتي أشجار الحمضيات، نعم. كنا شايفين في تقزم، ما فيش نمو، بالرغم من أنت بتسمد، بالرغم من أنت بتتابع، لكن ما فيش أي نمو. النهاردة احنا انتقلنا لمكان تاني، نفس عمر الشجرة، نعم. نفس اليوم الزراعة، لكن أنا عندي إنتاج وعندي وضع مختلف تماما. إيه السبب بقى؟ طيب أنا بالنسبة إلي هاي عمرها سنتين واللي شفناه هناك سنتين، درجة الملوحة هون 4500 وهناك 4500، إلا أنه هنا في عندي جهاز دلتا ووتر صار له هنا يعني من ما زرعت هنا في عندي دلتا ووتر تقريبا صار له عندي سنة ونص وبعدين أنا من ما أجد دلتا ووتر لغاية اللحظة هاي أنا ما أعطيتش سماد. هناك أنا أعطيت سماد وكلفني ألاف الليرات هناك في الوحدة الثانية اللي شفتوها، ونفس النسبة يعني 4500 درجة الملوحة، إلا أنه بسبب هناك دلتا ووتر فالوضع مثل ما أنتم شايفين. شجر ما شاء الله حامل، وإذا هناك كمان شجر لغاية الآن في عليه الليمون، أما هناك ما كان. الاثنين في عندي زرعات كمان هنا البروكلي والزهرة ما شاء الله تبارك الله. أنا هناك لغاية الآن الزهرة بعدها، أما هون الزهرة أنا من تقريبا 20 يوم زرع طلعت للسوق وحرثت الارض بتاعها وبدي ازرعها. يعني شوفوا هذا كمان من فضل ربنا وفضل الدلتا ووتر. والله انا بشجع كل مزارع يعاني من درجه الملوحه انه يذهب الى شركه سما ويشتري جهاز الدلتا ووتر. لو جيت اتكلم النهارده على معدلات التسميد، مفيش فلاح بيشتغل من غير ما بيفكر في السماد قبل ما يجهز ارضه للزراعه. النهارده بعد استخدام اجهزه دلتا ووتر انت بتتعامل ازاي مع الاسماد؟ انا بالنسبه لي شوفوا تحضير الموسم دائما انا بحضر كل شيء، الاسمده العضويه والاسمده الكيماويه، وهناك كمان انتم شفتوا انا من ما جبت الدلتا ووتر ما نزلت لا اسمده عضويه ولا اسمده كيماويه. هناك انا اللي بعرفه وانا درست انه هناك تقريبا 60% بيوفر دلتا ووتر، الا انه وفر عندي 100%. انا صار لي سنه بعطيش ولا حبه سماد. طبعا احنا بنتكلم على الانتاج اهو، ده الانتاج في نفس عمر الشجره سنتين، مختلف تماما. بس في معلومه حضرتك قلتها لفتت نظري، قلت لي انا ما بضيفش اي سماد، ايه السبب ان انت ما ضفت السماد؟ طيب انا بالنسبه اللي بمشي بارضي وبشوف الشجر، بدام الشجر الان وضعه ممتاز جدا، فليش انا اضيف اسمده عضويه واسمده كيماويه؟ فانا مقتنع كل الاقتناع انه جهاز الدلتا ووتر هو اللي ممشي لي اموري والحمد لله رب العالمين. ليش انا اضيف مدام وضعي
وضع كويس، أرض مستقر، الوضع مستقر. وليش أضيف أسمدة؟ مش رايح أضيف أسمدة، أنا مداما هناك يعني مقتنع أنه هناك بفضل ربنا وبفضل الدلتا ووتر. أشكرك.